وادي أشتراك في أرمينيا. هذا الوادي طوله 90 كيلومتر، يمتد بنهر كاساخ اللي ينبع من الجبال ويستمر بالجريان إلى الجنوب يتوجه. هذا عبارة عن مطعم، سبق وأن قدمنا تقرير حول هذا المطعم أيضا. فيها مسرح يوميا من الساعة 7 مساء لحد الساعة 12. هذا المطعم صعوبة واحد يلقى به مكان حتى يقضي يومه، لازم يكون عنده حجز مسبق. المسرح هذا سنقرب عليه نصوره لكم، هذا عبارة عن مسرح هناك، عوائل يجون يقعدون هنا يقضون يومهم، ياكلون يشربون يرتاحون. شوف هنا هذه كابينات، لكن شوي هسه بدا الربيع، المسرح بعد اعتقد السهرات الليلية ما بادي حسب ما معلوماتي، من شهر الرابع بداية الرابع يبدأ. هذا المسرح هنا الفرق والمطربين. هنا هذه المظلات نشوفها يترتب جواها مكان القعدات للعوائل، كل كابينة جواها فد عائلتين ثلاثة حسب المستطاع. هذه الجبال بالليل تتسلط عليها أضواء البروجكترات، يتغير المشهد الليلي هنا بشكل كلي. بعد 10 أيام 20 يوم هذه الجبال اللي نشوفها هسه وراء الأشجار ما راح نقدر نشوفها بسبب كثافة الأغصان والأشجار. هذا الحوض أيضا داخل الوادي. عندكم شيء وياكم خبز شيء؟ راح نتقرب على القفص هذا اللي فيه دب. لا تمدون ايديكم، ها واو شوفوا شلون ديت عاركون. هذا مو حديقة حيوانات اخواننا، هذا مطعم ومربين به هذه الدببة. صور الفيديو. يضربون صور الفيديو. يلعبون هم يلعبون. يصعد، لا بس خليه يصعد. هذا الحوض سبق وان صورنا لكم بالصيف كان مليء بالسمك، السمك الكبار طبعا. تختار السمك اللي تريده يطلعوه يشوه ويقدموا لك يا حار. لكن هسه لان الجو بعده بدأ يعني يحمي الجو مفرغي في وسط الشتاء، لأن هذا كله تجمد.